مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا فيديو جديد ودرس جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية. لا شك أنه غادي ينال الإعجاب ديالكم، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك مع تفعيل خاصية الجرس. الكثير من التلاميذ كيختلطوا عليهم بعض الكلمات التي تسمع أو تنطق بنفس الطريقة، ولكنها تكتب بطريقة مختلفة وتستعمل بطريقة مختلفة. والدرس ديالنا اليوم غادي يكون على كال وكيل وكال وكال افيك ابوستروف. لذلك غتبعوا معنا هذا الفيديو حتى للنهاية باش تفهموا مزيان، ولكن ما تنسوش ديروا لايك لا فيديو الان. مثلا هذه اون فواتور، اون بيل فواتور، ممكن نقولوا مثلا للتعجب ليكسكلاماسيون كال بيل فواتور، كال بيل فواتور. كتبنا كال باسكو نو افون une voiture, la voiture يعني féminin. féminin كتبنا كال avec deux L مفرد مؤنث. إذا كان عندنا دي فواتور يعني الكثير ديال من لي فواتور، يعني جمع بلوريال féminin. غادي نزيدو اس الفواتور والبال لأنه أدجيكتيف، وكذلك الكال لأنه أدجيكتيف. لذلك لما كنزيدو اس لو نون اللي كيتبع عليه كال يجب أن نضيف او اس لأنه في منا بلوريال. مثلا هنا ان وازو، ان وازو ماسكولان، ان وازو لا لو، ان وازو لو الوازو ماسكولان. ممكن نقولوا للتعجب كال بيل وازو، كال بيل وازو. لماذا كتبنا كال افيك ان سول ال بلا او؟ لان عندنا ان وازو ماسكولان سانغولي مفرد مذكر. الى كتبنا ديز وازو، ديز وازو غادي نزيدو اكس لانه او ونزيدو اس البيل، وكال غادي نزيدو لها فنضيف اس. لماذا؟ لانها دي زوازو ماسكولان بلوريال جمع مذكر. فوالا، اذا كال افيك اس سي ان ادجيكتيف تابع لوازو اللي هو بلوريال، زدنا له اس لانه ماسكولان. اي ادجيكتيف يل ساكورد اون جونغ اي اون نومبر. اون جونغ كنقصدو بها ماسكولان ولا فيمينا، يعني مذكر ولا مؤنث. اولا اون نومبر واش هو مفرد ولا جمع، اسكيل ساجي دان سانغولي ولا بلوريال. لاحظنا هاد لي فراز هادو سون دي فراز اكسكلاماتيف، كنستعملوا فيهم كال وكال سون ابوستروف. فوالا، دونك كال وكال نستعملهما للتعجب وكيكون عندنا لاكور. يلفو فيغ اتونسيون لاكور. اذا كوم ريزومي هنا كنلاحظوا بانه كال وكال بالبلوريال ديالهم كيتسماو دي زاجيكتيف اكسكلاماتيف، اكسكلاماتيف لانهم كنستعملوهم للتعجب بوغ اكسبريمي ليكسكلاماسيون للتعجب. لكن فقط واش كنستعملوا كال وكال للتعجب فقط؟ سوف نرى. اذا هذا مثال اخر، كال اكزامان باس تو اجوردوي، ما هو الامتحان الذي لديك اليوم؟ اكزامان مفرد يعني ماسكولان، قلنا كال سون اس و سون او. لكن اذا كان عندنا اس الاكزامان يعني بلوريال ماسكولان، سوف نضيف اس ايضا للماسكولان كما شفنا في المثال الاول، كال اكزامان باس تو اجوردوي. فوالا، اذا هذا سؤال، اون انتيروغاسيون. مثال اخر، مثلا هاد الاطفال كيسولوا الاب ديالهم على الساعه، يعني كم الساعه؟ ماذا يمكن ان يقول؟ كيل اور اتيل بابا؟ كيل اور كنقولوا اون اور، درنا كيل. لماذا؟ لانه فيمينان، فيمينان سانغولي. ممكن يجاوب ويرد عليهم بجواب بسؤال اخر، كيل ماتيغ افيفو، ما هي المواد التي لديكم؟ كيل ماتيغ افيفو، قلنا ماتيغ بلوريال فيمينان، إذا كيل كذلك غادي تكون بلوريال فيمينان. إذا فالشطر الثاني اون دي كيستيون، اون دي كيستيون، استعملنا كيل وكيل لا كيستيون، إذا كيتسماو دي زاجيكتيف انتيروغاتيف. لاحظنا هنا الاستعمال ديال كيل وكيل افيك البلوريال ديالهم، كنستعملوهم دي زاجيكتيف
في الاكسكلاماسيون وفي لانتيروغا لانتيروغاسيون. تري بيان. فوالا اندوزو سوف نمر الان الى كيل وكيل ديال لابوستروف. نبداو بهذه الجمله هذه مثلا. Voici la voiture qu'elle a achetée. Qu'elle a achetée. Voici la voiture. هذه هي السيارة التي شارتها. هذه السيارة هي السيارة التي شارتها. ممكن نقسمو ممكن يعني أن نقسم هذه الجملة إلى شطرين. Voici la voiture. Elle a acheté la voiture. اشترت السيارة. Donc pour ne pas répéter la voiture, باش ما نعاودوش كلمة la voiture الثانية. يعني لتفادي التكرار ديال كلمة لا فواتور سوف نجمع بين الجملتين ب كو. فواسي لا فواتور كو. غادي نستعملو كو لأنها تنقول لا فواتور أن أوبجي. فواسي لا فواتور كو إل أ أشتي. دونك استعملنا كو في وسط بين الجملتين. وبما أن هنا عندنا دو فوايل أو ديال كو و او ديال ال سوف نزيل الاولى ونضع ابوستروف. الى كان دونك كو ماذا تسمى؟ اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون اللي هي للجمع بين الجمل. التي هذه هي السياره التي اشترتها. وممكن يكون مذكر يقدر يكون ماسكولين. غادي نديرو كيل ا اشوتي سي فاسيل. Voici la voiture qu'il a achetée. هذه السيارة التي اشتراها. ولكن كان عندنا جمع مؤنث فيمينان بلوريال ممكن نزولو. غادي نزولو إلا ونديرو إل إل ديال فيمينان ونضيف إس ديال بلوريال. ولكن يجب أن نصرف أشتي في الباسي كومبوزي ونقولو كيلز أون أشتي. كيلز أون أشتي. نفس الشيء بالنسبة للجمع مذكر. إذا كان عندنا يعني بلوريال ماسكولين ماذا سنفعل؟ سوف نزيل ال ونعوضها من طبيعة الحال بإل ديال الماسكولين ونضيف اس ديال البلوريال. تري بيان. فوالا فهمتوا دابا. لماذا أضفنا او في النهاية ديال اشوتي؟ بالرغم من أن لوكسيليير افواغ ما تيكونش لاكور، كيكون لاكور في حالة ما إلا كان عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت سابق لو فيرب. سابق لو فيرب بحال هذا المثال ديال فواسي لا فواتور كيلزون اشوتي. لا فواتور سي ان سي او دي. لماذا كنقولوا ايلزون اشوتي كوا؟ ايلزون اشوتي لا فواتور. اذا ك خلاصه عامه كوم ريزومي جينيرال دونك ليكيل الاولى اللي ما فيهاش لابوستروف اللي هي مزديه نستعملهما للتعبير عن التعجب في الجمل التعجبية وفي الجمل الاستفهامية. أما كو اللي فيها أبوستروف فنستعملها للربط بين الجمل للربط بين الجمل فقط. إذا المسألة واضحة. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتبارتاجوا مع الأصدقاء ديالكم باش يستفدوا كامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.